النهارده يوم الجمعة، الجمعة المصريين عمالين يتكلموا على حاجة اسمها الجمعة البيضاء، يعني هي اسمها بلاك فرايداي، بس المهم ايه الجمعة البيضاء دي؟ بيقول لك فيها تخفيضات كتيرة جدا. أنا بصراحة قلت لأ، المصريين مش هينزلوا لسبب بسيط جدا، عندنا ارتفاع أسعار كبير قوي، وعندنا تضخم، وعندنا دعوة يوم الخميس الجاي 1 ديسمبر بأن المصريين ما يشتروش حاجة في اليوم ده، يقطعوا كل المنتجات في رسالة قوية من 100 مليون مصري لكل تجار مصر. احنا الشعب المصري نقدر لما نعلم على سلعة هننزل بيها الأرض، فازاي احنا كمصريين، شعب غريب بصراحة مش فاهم له أي قماشة أو أي كتالوج، حتى لو معانا الكتالوج بتاعه، ازاي انت كمان 5 أيام بتدعو للمقاطعة يوم الخميس؟ وازاي النهارده نشوف ايه طوابير يا شباب، شيلونا انا من الصوره وخلوا الناس تشوف الطوابير الكبيره النهارده اللي كانت واقفه امام المحلات، طوابير ايه امم يا شباب، ازاي بقى، ازاي انا مش قادر افهم، ازاي يبقى في طوابير زي اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، طوابير كبيره، فين الصور يا شباب؟ الصور على الشاشه، انتوا شايفين الطوابير قد ايه، الناس دي كلها واقفة عايزة تروح تشتري تخفيضات. طيب في محلات قفلت ببنها في نص اليوم، الشباب في كنترول بيقولوا اللي نزلوا يغطوا الصور والأحداث دي، المحلات قفلت. الله، خلي بالك ده معظمهم من طبقة الشباب. الله، هم جابوا الفلوس منين؟ مش احنا أهليهم برضو وأهليهم بيعانوا؟ عايز أقول لك إقبال النهاردة غير عادي. إزاي أقارن ده بفكرة الدعوة يوم الجمعة الخميس القادم يوم 1 ديسمبر؟